هذا نورمال لا 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 كيف بدي في الحين سيب شوف 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 جيت سعيد بانضمامي الى فريق شبيبة الثورة، فريق كبير اللي كل عام يلعب ادوار الاولى. ان شاء الله الموسم هذا نكونوا في حسن ظن الانصار، في حسن ظن وطموحات النادي اللي كل عام يلعب باش يزيد يتقدم للامام ان شاء الله. التحدي هذا راح يكون تحدي كبير بالنسبة لي وتحدي جديد، مع العلم انه شبيبة الثورة عنده لاعبين يعني في المستوى. ان شاء الله تكون نديروا كامل يد في اليد باش نقدموا الاضافه ونتقدموا الامام مع شبيبة الثورة ان شاء الله. نشكر شبيبة الثورة كي دارت فيها الثقه، ان شاء الله نكون حسن ظنهم وما نخيبهمش، وان شاء الله هذا العام نفرحوا جماهير تاعنا ونكونوا في المستوى ان شاء الله.